راح نبدأ بالتخيم وراح تستمتعون بالأجواء أكيد. هاي أول مرة أجي أسوي تخيم هنا في بلجيكا، طبعاً على النهر المفروض وفي الطبيعة بغابات، بس تعالوا شوفوا شلون المطر صارت، يعني صارت عاصفة وأنا أريد أسوي تخيم على أساس اليوم ماكو مطر، وشوفوا الأجواء هنا، صح الأجواء كلش حلوة بس مطر قوي حالياً. الجو هسه صارت يخبل والناس تصيد سمك هنا. الخيمة هسه جاهز، وهسه راح اطلع الكرسي مالتي، هذا الكرسي خاص مال التخيم. طبعا شباب اذا اكو شي ناقص لا تعتبون، لانه هاي اول مرة اسوي تخيم، بس مبين راح يطلع حلو، راح نتعلم اول مرة. هاي هاي الكرسي مالتي، حلو الكرسي. خلينا نطلع الطباخ، هذا الطباخ هم من نفس الماركة فروياك، انصحكم تشترون هيك طباخ اذا تحبون سوالف التخيم. الطباخ حاليا جاهز، بدي الغاز. الطباخ راح اخليه هنا، بعدين نسوي اكل. الكرسي احسن شيء اخليه وجه. هلا والله شباب وبنات، شلونكم؟ خلي يطلع من الخيم، شوف شكو ماكو، الشمس قوي بصراحة بعد المطر. خلي اشوف شوية اقوم اصور بالطبيعة والاجواء الحلوة. طبعا هاي اول مرة اسوي تخيم، اذا اكو فتشي ناقص لا تعتبون، لانه ان شاء الله راح نتعلم بعد اكثر واكثر. هاي اول مرة قلت خلي اسوي لكم تخيم في الغابه والطبيعه وعلى النهر، بعدين راح اصور لكم في الغابه، واكو ناس يعني مسوين تخيم، واكو ناس يسوون مشاوي، واكو ناس يعني يصيدون سمك. الجو كلش حلو. وقبل كل شيء لا تنسون اللايك والاشتراك والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، دعم القناه، وان شاء الله راح تكون حلقه كلش حلوه. خلي نشوف داخل الخيم. هاي داخل الخيم، حلو كافي للشخصين. الأجواء تخبل على النهر، وخليت سيارتي هنا. طبعا هذول جايين يصيدون سمك، أعتقد هم بالغار. طبعا قبل ما أسوي أكل وهاي سوالف، راح أسوي لكم يعني جولة في هذا المكان. حاليا أنا على النهر، والغابة صايرة بهاي الجهة.
حتى اكو ناس يعني مخلين الخيام وديسوون مشاوي والاجواء كلش حلوه في هذا المكان. ايش قد ما نروح بهاي الاتجاه راح نشوف الغابه والطبيعه. فاني شنو راح اسوي قبل ما ابدا بالاكل مثل ما قلت واتخيم هنا واشوف لكم الاجواء، راح اشوف لكم المنطقه. هذه السفينه شوفون اكو شخص قاعد بها، لو هنا كان حكيت وياها. فشوفون هناك اكو خيم كبيره. ها شنو شنو هذا، بئر او شنو؟ اي والله بئر، شوفون هاي، خليني بتاعت اخاف نوقع بيها. فحاليا راح اتوجه داخل الغابه. الجو خرافي خرافي، الجو كلش حلو، بس اخاف تمطر لانه قبل شويه صارت مطر قوي. شوف لكم نجماء، شوف هسه احنا وصلنا الى داخل الغابه. ف خلي شوف شنو موجود داخل الغابه. وهاي هسه النهر هنا صاير، النهر. والله حتى هذا المكان حلو للتخيم، يعني انا شويه صار على النهر هنا هاي الجهه. ف حاليا خلي شوف شكو موجود داخل هذه الغابه. حتى بعدين نروح نسوي اكل لانه وجعت. نشوف اذا اكو طير فد شيء. لا ماكو، بس اكو صوت، حتى قبل شويه شفت اكو يعني بالمي تتحرك شيء. اكو سمك هواي بداخل هذا النهر. والله هذا الطريق وين راح يودينا؟ الطبيعه فد شيء خرافي بصراحه، ماكو احلى شيء من الطبيعه. يعني واحد ما يمل طبيعه ونهر وتخيم واكل. شوف حاليا انا بنص الطبيعه، احلى شيء نكتشف هاي المكان. شوف منا اقدر اطب للنهر، بس لا خاف نغرق، شو اسوي بنهر؟ طريق حلو بصراحه. طبعا المفروض اجيب المنقله وياي حتى اسوي خلينا نقول مشاوي عراقيه داخل الغابه، بس هاي المره جبت غير شيء، راح اسوي اكل طيب وبسيط. فهسه راح اروح اسوي اكل، واكيد راح تعجبكم الاكل اللي راح اسويها، وراح تكون اكله طيبه وبسيطه بنفس الوقت. حاليا راح اطلع من الغابه واتوجه الى مكان اللي بيها الخيام مالتي. يلا تعالوا وياي، بس بالاول خلي شويه ارتاح وانام داخل الخيمة. خليني اشوف لكم داخل الخيمة. شوف الخيمة كلش حلو، يعني تقدر هم تخلي اغراضك هنا، يعني مثلا القمصلة او شيء. والمنظر داخل الخيم شوفون كلش حلو، اجواء خرافية، عجبني كلش التخيم. هاي بالغار حكيت وياهم، هم اتراك من بلغاريا، فاعرفهم قبل شايفهم. نصيد سمك وياهم، بلكي نصيد فت سمك وهمين نشويها على الفحم. جميوركا، واي صيدنا سمك. جميوركا والله مبين كبير. Er ist die Wildsorten.
يا هذا بيش بريسي سلانك هذا سنيك يا جناب واجه تشيكرمس برافو برافو تشيكرمس هاي صيدنا شوفون صغير كلش هاي رودي غورم يا بوسكا والله اكو سمك بهاي النهر برافو هاي صيدنا سمك برافو اول مره صيد سمك والله شيء حلو اسكت وهسه جاي نصيد غير سمك خلينا نشوف هاي بعد بس صغيره كلش حلوه انا ما ودي برشكي مو مريبه بقى يسكر اكيد بدك برشكي ريبه سبتي نو طبعا هاي راح ارجعها بالمي نو خلينا نشوف خطيه والله هسه راح ارجع للمي طبعا جالي ضيف حسين من تركيا هو صديقي الوحيد التركي اللي دائما يطلع وياي ودائما اطلع وياني سلم عليكم حسين زخيت السلام عليكم الله مال يقول السلام عليكم جميعا وهاي سيارته هنا شوفون السيارات كلها موجوده والتخيم وهسه راح نبدا بالاكل هسه شوية خليت اللحم حسين كان يبي بصمة هيك ها طيب شو هسه تسوي أكلة طيبة كلش طبعاً جايب خبز وياي خبز عراقي وخبز صمون صمون تركي شوف هذا الصمون تركي همين نشتريه من بكرة بكرة شنو نشتريه من محل تركي وهذا الخبز عراقي شوف كيزة بروت راح أخلي الخبز شوي على النار تصير طعم أطيب طبعا نقدر نقول هاي نوع من انواع القلي انه اللحم ويا البصل ونخلي ويا الخبز والطماطم يعني نقدر نقول قلي عراقي شي طيب ناكل هايتن ناكل وهسه الاكل صار جاهز شوفون شلون اللحم القلي عندنا طماطم وبصل وخبز وهم عندنا صمون بس صديق التركي هو يريد ياكل خبز عراقي اللي نقول اطيب شيء والمشروبات وهالاجواء الحلوه يلا سلامكم العافيه خلينا ناكل شوي رمزن والله الحين ممكن اني بس بيرفكت راح هون اصوي Das ist hier.
والإيرزول لانشن اللحم طماطه بيتزات سويا صارت مثل ساندويتش. والله شكلك طعمه خرافي. والله لك. لك لا. وهسه راح نسوي شاي حسين بس شغل الطباخ مالتنا بعد الاكل لازم نشرب شاي بس نادي اثنين طبعا حتى الاتراك بعد الاكل هم يشربون الشاي يعني العراقيين والاتراك دائما لازم يشربون الشاي بعد الاكل شيء طبيعي لازم شاي اي والله هسه لازم نشرب شاي شاي بصراحه خرافي ويانا ضيف حسين شاي الله سامكم العافيه كلش طيب والله لازم ذكرتي شباب ورات انا اكلت وشربت وحاليا نظفت شوي المكان وهسه راح اروح انام شويه خلي شويه ارتاح ارتاحت شوية وهسه راح اروح اتجاه الغابة وهسه راح اروح اشوف الغابة اشوف شكو موجود شوية نفطر بالغابة طبعا هذولا مثل ما تشوفون هذولا اعتقد عايشين هنا طبعا صديق التركي سألهم إذا هم عايشين هنا هذول الناس طلعوا يعيشون صدق في هذا المكان شفت الطباخ مالتهم وحتى جايبين كيبل مال كهرباء ويعيشون هنا في هذا المكان حسين دي ما سووني يرتوخ كيك يعني هو سألهم وقال إحنا نعيش في هذا المكان يعني مو تخيم عادي مثلنا جاي يعيشون في هذا المكان وحتى الخيام مالتهم كبيرة و عندهم شغلاتنا ما اعرف شلون عايشين في هذا المكان لا عندهم حمام لا عندهم تواليت لا عندهم شغلات ويعيشون في هذا المكان وحتى المي ما اعرف منين يجيبون هسه صحيح اكو نهر هنا بس هذا المي يعني مو نظيف شلون ياخذون المي منه حتى يسوون دوش او ينظفون ف خل شوي ناكل بس حبيت اشوف لكم تصوير يمكن حسين ودينكم فردي مسج
سامو هي ليفنير حطين كل شارد المنس نظنر ذاك. هذول اعتقد مشردين يعني ما عندهم سكن، ما عندهم بيت، ما عندهم اي شيء، مظلوم هم عايشين. ها هسه رجعنا طبعا تقريبا احنا وصلنا الى نهايه الفلوق، وهسه راح ناخذ كل شيء ونخليه بالسياره ونرجع الى البيت. اي شباب مثل ما تشوفوا المكان نظفته كلش وما ظل ولا اي وساخ ولا اي شيء، لازم المكان يبقى نظيف حتى اللي يجي يعني يمكن خير يجي يخيم هنا او اني اجي مره ثانيه، فلازم يكون نظيف. وهسه راح نترك المكان ونروح، يلا في امان الله.